حق له يعني لو جينا نترجم هذا البروتوكول هو يعد من باب التوأمة، ولا يا دكتور حسام؟ هو يعد من باب التوأمة بين ناديين يعني لهم من العراقة، يعني لهم من العراقة بمكان. اسمحوا لي الآن مع كلمة الدكتور محمود صبرود وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة، فليتفضل. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الحضور الكريم، شرف لي أن أكون متواجد في توقيع بروتوكول بين نادي الزمالك أحد الأندية المصرية العريقة على مستوى مصر وأفريقيا والعالم العربي ونادي 6 أكتوبر. يمكن يسعدني أن أرسل لكم تحيات معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. شيء كبير ان يبقى في توامه بين الانديه المصريه لتبادل الخبرات، ويمكن الدكتور عبد اللطيف قال حاجه جميله قوي، هي دي البدايه ان شاء الله مش هتكون النهايه. تبادل الخبرات في كل المجالات سواء الاجتماعيه او الثقافيه، وقد تمتد الى الاستثمار الرياضي. محتاجين طفره غير طبيعيه نحو تطوير البنيه التحتيه، ان شاء الله باذن الله يكون بدايه خير للرياضه المصريه وكل الانديه تحذو حذو نادي الزمالك الكبير اللي بياخد بالأندية. طبعا مش تقليل نادي 6 اكتوبر، نادي 6 اكتوبر من الأندية الكبيرة جدا، الأندية العريقة، انما اسم نادي الزمالك هو إضافة لأي نادي في مصر. بقدم التحية لحضراتكم لمجلسي إدارة الناديين، وكل سنة وحضراتكم طيبين وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا.